بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا شكون يسأل؟ أنا قال لي شنو الفرق بين الكرباتير والكور بابيون؟ كيفاش نعرفهم؟ هذه هي كور بابيون، هذه يسموها فراشة، هذه هي فراشة، وهذه كرباتير إلكترونيك، وهذا كرباتير عادي، يعني سهل العملية، ما فيهاش ماهيش صعوبة. هذه هي كور بابيون عادية، هذه هي فراشة عادية، هذه مهمتها دخل الهواء، وفيها حاجات أخرى طبعا ستارتير أوتوماتيك، وفيها حاجات كي. وهذه سيمي انجكسيون، هذا كيف عادي بالاكسيداتير بالكابل، هذا سيمي الكترونيك، سيمي الكترونيك، سيمي انجكسيون سموه. وهذه الكترونيك، هذه كور بابيون الكترونيك، تمشي بالخيط. وهذه كرباتير عادي، هذه كرباتير دوبل كور. يعني انا مش حبيت نوريكم شنو الفرق بين يعني فما شكون يسالني شنو كيفاش نعرف الفرق، شنو الفرق بين هذه وهذه. هذه الكور بابيون، وهذه كرباتير، يعني فما فرق بعيد، كي تشوفها تعرفها، مش حاجه كبيره. أنا بعض الإخوة يسألوا على الـ هذه الممبران، أو يعني شو خدمته وكيفاش يخدم. هذه يسألوا على الممبران شو خدمته وكيفاش يخدم. هل القطعة هذه اسمها ممبران، يجيها دي تهوى للكرباتير، هذه الكرباتير هذه. وعندنا يعني شو هو الفرق ما بيناتهم هذوما، وكيفاش نعرفها تخدم ولا تخدمش. عندنا بالنسبة لخدمة الممبران هذه، هو يسمى افونس اوتوماتيك، هذا يسمى افونس اوتوماتيك، باش يعطي من الكرباتير. كيفاش ياخذ من الكرباتير؟ عندك تلقى كل كرباتير فيه واحدة كيما هاد، كل كرباتير تلقى فيه واحدة كيما هاد، هيك هادي كيما هادي المكان هذا، يجي بها ديريت كيما هذا صغير هكا، ديريت نتاع هو ديت نتاع الهواء هذاك يدخل في هذا. شنو اللي يقع هنا في العملية؟ شنو وقتين تكسيلاري هيك، وقتين تكسيلاري هيك باش تخرج، تكسيلاري باش تخرج هنا، تكسيلاري هيك باش تخرج، هذا هي من الفتحة هذه تتحل، تكسيلاري باش تخرج هذه. فما عملية ريسبيراسيون نتاع هواء، سحب نتاع هواء أو شفط، تصير من هنا تمشي للديكو، تمشي للديكو هذايا، باش تزيد لافونس اوتوماتيك. فهم رايكم كيفاش باش تزيد لافونس اوتوماتيك؟ باش تزيد لافونس يعني باش تعاون الكهرباء في الخروج، باش تبدا كهرباء خفيفه. كي تبدا هذه مثلا صح، تحس الكهرباء تبدا رزينه في الخروج نتاعها، لان مش مربوطه مع كرباتها. كي تكسيلاري يسبيري ويمشي الهواء للديكو. باش تصير العمليه هي بالضبط؟ تو احنا شوفوا هنا، تو انا باش نمص الهواء هكا، نشوفوا الكرباتير الديكور كيفاش يتحرك. شفتوه؟ معناتها هذه سليمه، كيف انا نمص بلساني. شفتوها؟ ها ظاهره، هو يزيد افونس كيك اوتوماتيك. ها ظاهر، بينما كي تبدا هذه ما فيش فارغه، الممبران نتاعها منقوبه. نجي لهذا كيما هذايا، كيما هذايا، ونمص ما فهمش شيء، قاعد نمص هنا ما فهم شيء، خاطر هذه منقوبه، هذه مصطح، هذه تتغير وحدها. إذا كان الإنسان يحب كانوا يتباعوا هما زمان، تو ما عادش يتباعوا ولا لا، خاطر تلقاهم كان في السيارات القديمة. تو هذه الممبران تاعها لابس عليه، وهذه الممبران تاعها فس. العملية هذه كي يبدا الممبران موجود يكون أفضل. علاش؟ لأن يزيد الأفونس في الخروج، يعني يزيد قوة الكهرباء في الخروج، كأنك زدتها في الديكو أفونس وريتها قدام التالي. هذا شنو اللي تعمله هي بالضبط؟ العملية نتاعها هذه ما بين الكرباتير. فما نوع اخرين ما تلقاش فيهم، تلقاها الوحده طول في البوبينه. فما نوع بوبينه الكترونيك تلقاها طول في البوبينه كما هذا، هذا مثلا الكترونيك، لكن فيه قلنا الفرق ما بيناتهم اللي هو كونه فيهم اللي فيهم ممبران، وفيهم ما فيهمش. هكا فيه، هذا فيه، فما الموديل هذا بالفيس بلاتيني مثلا فيه ممبران، هذا بالفيس
هذا ديستريبيتور برك يخدم لا فيس بلاتيني لا شيء، هذا الممبران تاعو في البوبينه، فما بوبين تاع الرينو او تاع بعض السيارات تلقى فيه منها بوبينه ومنها ممبران فيه، هذا الكترونيك وبالممبران، هذا الكترونيك وممبران، هذا كيف ديستريبيتور، وفما الكترونيك بلاش ممبران، هذا خو هذا وتلقاها بلاش ممبران. ان شاء الله تنفعكم الحالات هذه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.